السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير الحامض مصير أو الحامض مرقد، الحامض مصبر، وكل واحد وشنو كيسميه. عندي واحد الصديقة ديالي هي اللي طلبتني، جابت لي الحامض قالت لي بغيتك تصايبيه ليا، وبغيت نشارك معكم هذه الطريقة. واخا فايت لي حطيتها في القناة، ولكن ما فيها باس نعاودو فيديو آخر ونحط لكم طريقة تحضير الحامض مصير اللي هي سهلة وما فيهاش تعقيدات وما فيهاش كثرة المكونات، اللي فيها فقط الحامض والملحة، جوج ديال المكونات. تصايبوا احسن حامض مصير في الدار بلا ما تشريوه، وهكا حتى كتعرفوا شنو كتاكلوا، لان هذاك اللي كيتباع واجد كيكونوا فيه شي مكونات كيماويه اللي كتضرب الصحه. في الحاجه اللي مصايبه في الدار دائما راه احسن من الحاجه اللي في السوق اللي كتباع يعني واجده. عندي هنايا الحامض اللي غسلته مزيان وحكيته بالشيتا باش تحيد منه الاتربه ولا اللي كتكون في المسامات ديال الجلده ولا القشره ديال الحامض. وعندي هنايا الملحه، ونبداو على بركه الله. بسم الله، غادي نحيدو هذه، الا كان فيها هذا العويد هذا نحيدوه، وغادي نقسمو الحامض ديالنا على جوج. الا كان صغير غنقسموه غير على جوج، يعني على النص بحال هكا الا كانت الحامضه صغيره، والا كانت كبيره بحال مثلا هذه غنقسموها على أربعة بحال هكا، ونعاود نقسمها صافي. وغنستمر بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الكمية كلها اللي عندي. صافي، هاد القطعة الأخيرة اللي بقات حتى هي غنقسمها على أربعة. وهادو اللي قسمت غير على زوج هاد الصغار غادي نفلح هكا شويه من الفوق باش تدخل لها الملحه، ماشي نقطعها حتى للراس، غير شويه وصافي، باش هكا تدخلها الملحه وطيب مزيان. هنايا عندي الملحه كيف كتشوفوا درتها في واحد الطبسيل، والحامض اللي قطعته. دابا غناخذ الاناء اللي غادي ندير فيه الحامض. هي عطاتني هاد التشوبينات هادو، واخا انا كنصح بانكم تستعملوا قنينات يكونوا زجاجيه، قنينات ديال الزاج احسن، ولكن الا ما كانوش متوفره ما تستعملوا قنينات ديال البلاستيك، ماشي مشكل. المهم هي عطاتني هادو فغادي نستعملهم. غناخذ طرف ديال الحامض غادي نغطيه بالملحه مزيان بحال هكا كيف كتشوف، كثروا الملحه مزيان 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 صافي. غادي نحطو في السوبيره، كثروا الملحه حيت هي اللي كتطيبو، هي اللي كتخليه ما يخسرش ما يصوفش، كثروها قدر المستطاع. وهادي اللي هاد النصوصه اللي فلحتهم من الوسط غادي نديرو لهم بحال هكا، ملي نعمروها بالملحه من هنا من الجنب من الوسط بحال هكا، غادي ندخلو الملحه هكا لهاد الجنب، هاد البلاصه هادي اللي فلحنا ندخلو لها الملحه مزيان. وفين ما درت واحد الطبقه كندردر عليها شويه د الملح. صافي، غنستمر بحال هكا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي كامله ونرجعوا نتلاقاو.
صافي من بعد ما حطيت الكميه ديال الحامض اللي عندي في هاد السوبيرات هادو، دابا غادي نغلفهم بالسلوفان، نغطيهم مزيان باش ما يدخلهمش الهواء، حيت الهواء ملي كيدخل للحامض هو اللي كيخليه يصوف وكيخسر. هكا باش نضمنوا انه ما غاديش يخسر لنا، حيت غادي يبقى واحد الشهرين عاد باش يكون جاهز للاستعمال، وعلى الاقل اقل شهر ونص بعدا. وحاجه اخرى، راه هو ملي يبدا يطيب راه كينزل، ما كيبقاش هكايا على هذا المستوى هذا، غير محدو كيطيب محدو كينقص وكينزل، كيهبط مزيان يعني كيهبط نيت. صافي دابا غادي نسدهم بالغلاقات ديالهم، وغادي نحتفظ بهم في واحد البلاكار. المهم دابا نخليهم تم بعد نسدهم، غادي نحتفظوا بهم في واحد البلاكار اللي يكون مظلم، ونخليهم ما نبقاوش نحلوا عليهم ديما، نبقاو نحل سد حل سد، كيدخل له الهواء وهكا كيصوف لنا الحامض. وكيف قلت لكم هاد الملحه هادي راه كتخلي الحامض يطلق العصير ديالو، يطلق داك الماء، وما تحتاجوش تزيدوا الماء، ما تحتاجوش تزيدوا حتى شي مكون اخر، تخليوا الحامض والملحه بوحدهم، وهو شهرين عاد كيكون جاهز وكيكون طايب مزيان وجاهز للاستعمال. فكانت هذه هي الطريقه ديال تحضير الحامض المصير، كيف شفتوا راها سهله ومزيانه، حاجه نصايبوها في الدار اكيد حسن. وقبل ما نختم الفيديو كنقدم التحيه للصديقه ديالي ناجيه اللي صايبت لها هذا الحامض هذا، ونتمنى ان شاء الله يعجبها، وكنقول لها بالصحه والراحه، وكنشكرها على المتابعه ديالها حتى هي، راه من المتابعات الوفيات للقناه. شكرا اختي ناجيه، وتحيه كبيره ليك، والله يخلي لك وليداتك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.